مشاهدي انفاس لقي المخطط الاستعجالي الذي اعلنته الحكومه بدايه هذا الاسبوع رفضا واسعا لدى مهني القطاع السياحي ومن ضمنهم المهني النقل السياحي محمد أبو عبيد، المنسق الجهوي لفيدرالية النقل السياحي بالدار البيضاء يوضح موقف الفيدرالية والمطالب العاجلة للمهنيين أهلا وسهلا سيبو عبيد مرحبا بك اليوم كنتفاجئ بالاجراءات الاستعجاليه التي أخذتها الحكومه ولكن من بعد واحد الصراع اللي كان مرير ديال شهر من طرف الفاعلين في القطاع ديال السياحه بشكل عام وفي الفاعلين في قطاع النقل السياحي بشكل خاص اليوم كنتفاجئوا بان كانت واحد المجموعه ديال النقاط ولكن هذه المجموعه ديال النقاط غير مفصله من المستفيد الاول واش الفنادق واش وكالات الاسفار واش قطاع النقل السياحي وكما كيعرف الجميع بان السياحه بالرمله ديال الدراج وملي ضرت السياحة نظرا للشالة اللي ولات كتعرفوا الحدود البرية والبحرية والجوية اليوم ما يمكنش أن أي واحد فاعل في القطاع السياحي يقول بأنني أنا راه نقدر نحيا من بعد 24 ساعة من بعد 24 شهر ديال الإغلاق راه احترق الـ 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 كل شيء كل شيء ما ما حاجه اللي ممكن ان نستنجدوا بها ولينا غارقين ولينا عندنا شلل واللي, واللي عندنا اعاقه اليوم احنا استنجدنا بالحكومه وحاولنا ما امكن نكونوا سباقين سباقين في الحوار سباقين في الجلوس الى طاوله المفاوضات نتفاوضوا على هذا الشيء اللي طاري لنا نحاولوا ما نقربوا وجهات النظر الاشكال اللي كنلقاو اليوم بان هذه الاجراءات كانت اه ما كانتش مناسبه من بالنسبه لنا اه ما محقاش لنا شي حاجه من هذا الشيء اللي وقفنا جوج المليار ديال الدرهم شكون اللي غيستافد منها واش غتغطي هاد التكاليف ديالنا كنتفاجئوا بان تيقولوا لنا بان 2021 غنخلصوا عليكم هادوك الفوائد المتاخره نظرا للرجوع مستحقات ديالنا من بدون اداء اليوم زعما الدوله غتحمل هذه المسؤوليه وشكون شكون غيتحمل هذه دي المسؤوليه ديال دي 24 شهر اللي حنا واقفين اللي ادينا فيهم مواجبات كتجي هذه القرارات متاخره قرارات اللي ما كانتش استعجاليه بكثر ما كانت هي قرارات اللي مجحفه في حق قطاع النقل السياحي لحقاش الاغلبيه ولا مجموعه ديال الاخوان ديالنا مشاو للهاويه شركات اللي اعلنت أفل... على الافلاس ديالها شركات اللي مبقاش عندها المصدر ديال الرزق ديالها شركات اللي اليوم ما كانش ماشي هي اللي جات اليوم وقالت راه ما تادي المستحقات عندنا ارتباط بالخارج الحكومه غلقات الحدود البريه والجويه والبحريه خاصها تاخذ تلتزم معنا وتحمل المسؤوليه خصها تحمل المسؤوليه وتشعرنا بان احنا مستثمرين ممكن ان نتعاون ما كان كناش كنطالبوا بالدعم اليوم كنطالبوا بالدعم حقاش المؤسسات ديالنا في انهيار تام مؤسسات اللي اليوم نقدروا نقولوا بان راه ما غيكونش الرجوع سالم ما عندناش اوكين آه... ما عندناش اوكين فيزيون للمستقبل يعني المستقبل باقي مبهم باقي السوداويه بقي الضبابيه في معالجه الامور ما كاينش حتى شي واحد دابا عارف واش انه هنا امتى إيه غيتحرك قطاع النقل السياحي واش اليوم غيجي يحلوا راه غيكون عندنا المشكل حنا اليوم ما كنطالبوا بصفه مستعجله باش ان الحدود البريه والجويه والبحرية خاصها تحل حنا بغينا نخدموا ما تنطلبوا من حتى شي واحد انه يعطينا من عنده وهنا الحكومه ديال السي اخنوس خصها تكون خصت تحمل المسؤوليه ديالها وخصها ملي غتحمل المسؤوليه هي اللي خصها تادي الواجبات اللي علينا ماشي حنا حيت هي اللي غلقات هي اللي سدات ما يمكنش تطلب من انسان معاق اليوم باش انه يجري واحد المسافه طويله راه ما يمكنش الاشكال اللي عندنا واللي عانينا في هذا الطوال هذه المده وحاولنا ما امكن نوصل الصوت ديالنا بطريقه الحوار وكنعاون احنا باننا في دوله الحق والقانون وكنمارسوا ما يسمى بالديمقراطيه حاولنا ما امكن نوصل الصوت ديالنا ملي الصوت وصل خرجنا للشارع واخا خرجنا للشارع ما كناش فوضويين بكثر ما كنا ناس كنحسوا بان خاصنا نلتزموا في الشارع مع رجال الامن ونوصلوا الصوت ديالنا والصوت ديالنا اللي بغينا نوصلوه للمجموعه لا لوزاره الماليه لا لوزاره السياحه لا لوزاره النقل ونوصلوا لهم بان احنا راه واكلين العصا حنا ناس اللي بغينا هاد الناس يحسوا بينا بكثر ما يعطيونا يحسوا بينا اليوم ملي كتجي كتقول لي الحدود البريه والبحريه والجويه مسدوده وكتقول لي خلص لي لافينيات خلص لي لي زامبو من غنخلصهم ما عنديش من غندخل المصدر ديال الدخل ديالي اللي عنده ارتباط بالخارج الان راه في حاله شلل ما يمكنش انك تطالبني باش انني ادي كتجي الابلاك دابا كتمارس ما يسمى بالشطط في استعمال السلطه كتجيب احكام استعجاليه وغير تنفيذيه وتجي السيارات بدون موجب حق وقانون وتديهم ل... كديهم عندها الكراجات ل... ل... الدوله وتتبيعهم بارخص الاثمان علاش كيسعوا للتفقير ديال القطاع ديال النقل السياحي اللي من هذا الشيء وشكون اللي غيستافد منه التأمينات تامينات في ارتفاع حنا الطاقه الاستيعابيه دابا اللي عاطينا وزاره النقل نظرا لهذه الاجراءات الاحترازيه والصحيه عاطيك 75% كانت 50% ولات 75% وحنا دابا كناديو على 100% اللهم ان هذا منكر الاشكال الخطير اللي عندنا هو كنشوفوا بان شهر فبراير وهذا الشهر مارس غيكونوا شهور اللي خصنا نديو فيهم الواجبات لوزاره الماليه كنطالبوا من بان وزاره الماليه تعفينا من الاداء ديال الضريبه على المحور وتعفينا من الاداء ديال الضريبه على الـ 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 عمد عمد لا تاكس بروفيسيونال من جميع الضرائب لحقاش لا يعقل انك انت في دوله اللي كتشجع المستثمر انه يـ يـ ينهض بهذا البلاد ويكون من المكونات ديالو وساهم في البرودوي في البي بي ديال ديال البلاد في الناتج الاجمالي ديال البلاد طلب منه باش انه يؤدي هو متعصر في الاداء حنا اليوم ما كنقولش ما غنؤديوش المستحقات ديالنا ولكن خليونا نخدموا باش نؤديو لكم المستحقات ديالنا ساد عليا اذا تحمل المسؤوليه وادي في البلاصه ديالي يعني دعمني خصك تعطيني الدعم اليوم ما تخرجش ليا بدي كريدي قروض اللي غير غير صالحه ما عرفناش شكون اللي فكر في هذه القروض ولكن باش تعطينا قرض انطلاقه ولا 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 قرض اكسجين هذا ما غيحلش المشكل بكثر ما غيزيد يتقل على الكاهل ديالي انا دابا الان عندي مشكل مع الابلاغ وتزيد انت تكرس المبدا انا تعطيني قرض باش يزيد عاوتاني هو يوحلني تنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحكومه تكون جاده في هذه الاطروحه ديالها تنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحكومه تحاول ما امكن تبرر استراتيجيات تخرج لنا بشي 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 بشي, بشي حوايج اللي غيفيدوا قطاع النقل السياحي على السياحه بالرمه ديالها وكنطالبوا باش ان اي ملف يتدرس ملف الملف ديال الفنادق تدرس بوحده الملف ديال او الاصفار تدرس بوحدو الملف ديال, ديال قطاع النقل السياحي بوحده حقاش كل واحد وعندو الناس جانب التاثير ديالو وعندو القيمه ديالو كاين ملفات مستعجله بالنسبه لقطاع النقل السياحي خصها تعالج اليوم ومساله اخرى اللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان وزاره النقل السيد وزير النقل ياخذ بعين الاعتبار هو دفتر التحملات اللي خرج لنا في واحد في واحد الوقت اللي حنا ما كناش لاقين باغا نديرو كان مسدود علينا وخرجوا لنا واحد الدفتر تاع حمولات بيننا ولا وضحا تا واحد ما شاء حتى واحد ما عرف المخرجات ديالو حتى تل لدابا تنتمنوا انه تعاد في اعاده النظر وهذه المساله ديال ديال الشغيله ديال النقل السياحي اللي استفدت من 2000 درهم ديال الضمان الاجتماعي اغلبيه الناس اللي استفدوا من 2000 درهم ديال ديال الضمان الاجتماعي هذيك 2000 درهم كيما كتجي الابناك راه كتقطعت عليهم القروض ديالهم اللهم ان هذا ملك ما يمكنش تعطيه 2000 درهم انسان باش يعيش وكتقطعها ليه. كتقطع عليه فيها القرض ديال الابناك الابناك اليوم ما كانتش شركات مواطنه ما اكثر ما كانت شركات كتقلب على الربح شركات اللي اللي كانت كتقلب على الهامش ديال الربح الاكبر مسوقات في المواطن مسوقات في المستثمر كرسات المبدا ونقات بنفسها على كل شيء قصاتنا قصاتنا في البرامج ديالنا احنا اللي كنا كنعرفوا على ابناك هو عند الحس التشاركي ما بقاش الحس التشاركي ما بقاش الحس التضامني بكثر ما كان ولا الحس ديال التهديد والوعيد الحس اللي وكرسوا فيه المبدا ديال انك خصك تمشي السجن يا اما تادي يا اما يا اما تمشي السجن ناس اللي اليوم ولا تغير تغيير تغير, تغير المنحنى ديال العيش ديالهم ناس اسر دابا اللي ولات في المحاكم مطلقه حيت هاد المسائل هادو كانوا عندهم نتائج سلبيه على الاسره الاسره اليوم تفكات الاسره اليوم تعاني الناس يعانون في صمت الناس اللي مابقاوش قادرين اش غيقولوا الاولاد ديالهم الاسر اللي اصبحت كتفكر فقط بانها تلقى البديل الاخر والبديل بغا في الجانب الاخر في الموت وفي الانتحار ناس انتحرات ناس ما لقاتش لها بدائل حنا يعني الحمد لله كنامنوا بالله سبحانه وتعالى كنامنوا بان كاين مقدرات كنامنوا بان كاين عندنا ملك اللي كيدافع عنا ملك الحمد لله اللي كيكرس المبدا ديال المواطنه كيساعدنا وتعاوننا وتنتمناو ان تكون شي شي التفاته خاصه للناس ديال السياحه